أهلا بكم. أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن وزارة التجارة أخفقت في تزويد المواطن بمفردات البطاقة التموينية في شهر رمضان. وأوضحت عضو اللجنة ندى شاكر جودة أن الأسر العراقية لم تتسلم الحصة الأصلية ولا الإضافية في غضون شهر رمضان، مؤكدة أن الحل الأمثل لتقليل الفساد الموجود هو منح بدل نقدي على وفق قولها. وذكرت أن ما أعلنته وزارة التجارة أنها سوف توزع مادة المعجون والبقوليات ضمن مفردات البطاقة ليس به أي فائدة، ولا سيما إذا ما عرفنا أنه جاء بصفقة فساد مستفيدين به أشخاص وأحزاب في هذا الجانب. ذكرت شبكة الاقتصاديين العراقيين أن لاحظت ازديادا مسبوقا وملحوظا في أسعار النفط العالمية عن المعدل السنوي المعتمد في قانون الموازنة المالية لعام 2021 بواقع 45 دولارا للبرميل الواحد. وكان مشرعو قانون الموازنة قد توقعوا تحصيل إيرادات من تصدير النفط الخام بنحو 81 تريليون دينار على أساس معدل تصدير سنوي يبلغ 3,250,000 برميل، وبسعر صرف يبلغ 1,450 دينارا للدولار الواحد. حذرت ناحية الأعظام بمحافظة ديالى من إخفاق موسم تسويق محصول الرقي بسبب العراقيل الأمنية في نقاط التفتيش. وقال رئيس مجلس الناحية سابقا محمد إبراهيم، قال إن حظر التجوال يمثل ضربة اقتصادية قاصمة المزارعين، عازيا ذلك إلى تزامن حظر التجوال مع ذروة إنتاج محصول الرقي وتسويقه، والذي يعد موسما مهما للمزارعين لتحسين الموقع المعيشي وإنهاء المشكلات المادية التي يعانونها. تراجعت الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي التونسي بنسبة زادت عن 27% مع نهاية شهر أذار الماضي. وكشف مختصون في الاقتصاد عن تراجع الاستثمار الأجنبي بهذه النسبة مقارنة مع المدة نفسها من سنة 2020. وأكدت المصادر أن جائحة كورونا أدت دورا سيئا في مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية في معظم الأنشطة الاقتصادية، مؤكدة أن ضبابية الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي وسيطرة المخاوف من الركود الاقتصادي الذي خلفته جائحة كورونا كان وراء هذا التراجع. تراجعت الأسهم الأوروبية بعد موجة بيع في بورصة وول ستريت، بعد أن أثار هذا الازدياد السريع للتضخم في الولايات المتحدة مخاوف المستثمرين. وضغط انخفاض أسعار السلع الأساسية أيضا على أسهم شركات التعدين ذات القيمة المالية العالية. وخسر قطاع الموارد الأساسية والنفط والغاز اللذان كانا من أكبر الرابحين في الآونة الأخيرة على خلفية ازدياد أسعار السلع الأساسية، خسيرا أكثر من 2%، إذ أدى صعود الدولار إلى انخفاض أسعار المعادن والنفط. أعلنت شركة علي بابا الصينية في مجال التجارة الإلكترونية أنها تكبدت أكثر من مليار دولار خسائر تشغيلية في الفصل الرابع الأخير بسبب غرامة قياسية فرضتها الحكومة لممارسات تعيق المنافسة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقد فرضت على شركة ومقرها هانغ تشو فرضت غرامة بأكثر من 2.5 مليار دولار الشهر الماضي في إطار جهود هيئات ناظمة لكبح جماح منصات رقمية هيمنت بشكل غير مسبوق على الحياة اليومية لمئات ملايين المستهلكين الصينيين بحسب الوكالة الفرنسية. إلى اللقاء.